كمان امبارح برضو في البطولة العربية كان في مباراتين في غاية الأهمية. نجح فريق النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو ان هو يتأهل للدور نص النهائي بعد ما فاز بنتيجة 3-1 على فريق الرجاء المغربي آخر الفرق الأفريقية اللي شاركت في البطولة. سجل للنصر كريستيانو رونالدو في الدقيقة 19 وسلطان الغنام في الدقيقة 29 وسيكو فوفانا في الدقيقة 38 وسجل عبد الله مادو لاعب النصر هدف للرجاء في الدقيقة 41 بالخطأ في مرمى وتأهل النصر لمواجهة الشرطة العراقي في الدور قبل النهائي في المباراة اللي هتقام يوم الأربعاء اللي جاي إن شاء الله. وفي مباراة تانية برضو ودع فريق الوحدة الإماراتي بقيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو بوسيماني البطولة بعد ما خسر بركلات الترجيح قصاد نظيره الشباب السعودي وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ما بين الفرقتين خلال 90 دقيقة. شهدت أكيد حالتين طرد بواقع لاعب من كل نادي، ياجو سانتوس من الشباب وده كان في الدقيقة 27 وعبد الله الكربي من الوحدة في الدقيقة 67. لجأ بعد كده الفرقتين لركلات الترجيح واللي انتهت بفوز الشباب بنتيجة 5-4 وكمان هيلعب فريق الشباب السعودي في الدور نص النهائي مع مواطن فريق الهلال في مباراة هتقام يوم الأربعاء اللي جاي. طبعا مواجهات يعني قوية جدا في المربع الذهبي للبطولة العربية هتكون يوم الأربعاء اللي جاي، وطبعا يعني مصر كان منها بيشارك يعني نادي الزمالك المشارك الوحيد وخرج من دور المجموعات للأسف بعد أداء مشرف جدا قصاد فريق النصر وفرض عليه اكيد التعادل بهدف لكل فريق، لكن النتيجه دي ما كانتش كفايه ان هي تاهل نادي الزمالك انه يستمر في الادوار اللي بعديها في البطوله.